السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الدرس مهم خاصك تكون كتعرف تخرجه، ما يبقاش عندك في مشكل. اشنا هو؟ هو الدرس ديال المعادلات التفاضلية، لي زيكواسيون ديفيرونسييل. هاد الدرس هذا علاش قلت لك ما خاصكش يبقى عندك مشكل؟ حيتاش من بين الدروس الساهلين، تطبيق مباشر القاعدة. اول حاجه نشرح لك بعدا اشنو هي المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى، واشنو هي المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه. دونك بالنسبه للدرجه الاولى، باش كنفرقوا بها كيكون عندنا ايكغيك بريم، اما هذه الكتابه ولا هذه الكتابه. يعني انت في الامتحان كيعطيك واحد المعادله باش كتعرف هذه الدرجه الاولى فيها البريم وحده، يعني فيها بريم هنايا وفيها بريم هنايا، ما فيهاش اف، يعني فيها سكوند ما كايناش، ماشي بحال المشتقه الثانيه، عفوا، بحال هذه هنايا. اما تعطيك هذه الكتابه هذه ولا تعطيك هذه الكتابه، باش بغيت نفرق بيناتهم. علاش؟ حيتاش كل تعبير عنده حل مكتوب على واحد الشكل بوحده. الا عندك ايكغيك بريم و ايكغيك ها هو الحل النهائي، الا عندك ايكغيك بريم و ايكغيك وعدد هذا هو الحل النهائي. بالنسبه للحل تيكون عباره عن مجموعه ديال الدوال. انت موالف كتلقى الحل ديال واحد المعادله عدد ولا جوج، ولا بالنسبه للمتراجعه اللي مجموعه ديال الاعداد اللي هو يعني مجال. اما بالنسبه للمعادله التفاضليه تيكون عندنا الحل عباره عن مجموعه ديال الدوال. ناخذ واحد الامثله باش تحاول تفرق بين هذا التعبير وهذا التعبير هذا، وفي نفس الوقت تعرف كيفاش كتخرج المعادله التفاضليه. دونك بالنسبه للمثال الاولاني، عندنا ايكغيك بريم ناقص جوج ايكغيك كتساوي صفر. صافي. دونك هنايا اول حاجه خاصك دير بحال القاعده، تخرج ايكغيك بريم بوحدها وتعطيك هذا التعبير هذا. يعني بلا نجيو نديرو هنايا ايكغيك بريم تتساوي، دوز هذا للجهه اخرى، هي جوج ايكغيك، وانت لقيتي يعني الحل الاولاني. بالنسبه للطريقه هذه فاش كتخرجها، فين هو الحل؟ هو هذا. نعم اسيدي، اللي كيتكتب ايكغيك كتساوي ك مضروبه في الاكسبونونسيال ديال ا اكس، هذاك شنو كتساوي؟ ك ثابته. يعني الحل كيكون مكتوب على هذا الشكل هذا، ايكغيك تتساوي ك في الاكسبونونسيال ديال ا اللي هي في هذه الحاله هي جوج مضروبه في اكس. هاي دونك هذا هو الحل النهائي، ما تزيد ما تنقص. بعد الكتوبه اللي كتلقى هذا التعبير هذا، وبعد مرات كتلقى ايكغيك اكس معرفه بهذا التعبير هذا اللي هي ك اكسبونونسييل جوج اكس. قلنا هاد ك هادي راه ثابته، اما تلقى ك ولا تلقى الفا ولا تلقى شي، يعني شي ثابته على حسب شنو سميتها انت، راه بحال بحال. الاشكال اللي تيكون هنايا هو بعد مرات كيطلب منك باش تلقى هاد الثابته هادي شحال كتساوي. غادي نقول لك الا بغيتي تعرف هاد الثابته شحال كتساوي، ضروري هنايا كيعطيك واحد الصوره ديال شي عدد الى قيمه ديالها مثلا كتساوي 3 ولا 4. بحالاش مثلا كيجي كيقول لك ايكغيك ديال صفر كتساوي واحد، يمتى كيعطيك هاد القضية هادي إلا طلب منك تحدد الحل الخاص. هذا قلنا كيتسمى الحل العام. علاش؟ باش كيكون مجموعة ديال الدوال. أما إلا بغى ضروري تحدد حل خاص من بين هادوك الحلول كاملين، كيعطيك إيكغيك ديال زيرو ولا إيكغيك ديال واحد ولا إف ديال زيرو كتساوي شي تعبير. علاش؟ باش تحدد هاد التعبير شحال كتساوي بالضبط. دونك إلا عطاك إيكغيك كتساوي زيرو، إيكغيك ديال زيرو كتساوي واحد، جي تعوض هنايا. دونك قلنا إيكغيك كتساوي كا ليكسبونسيال دوز إكس، ولا إيكغيك معرفة ف بإكس غادي ليا الكا إكسبونسيال 2x ولا الفا، راه بحال بحال. يعني اجي معايا باش نحددو هاد الكا شنو كندير. كنمشي كندير إيكغيك ديال زيرو كتساوي واحد، لدينا إيكغيك تاع صفر كتساوي واحد، يلا اجي لهادي وحيد لي زيكس وعوضهم بزيرو وكتلقى كتساوي واحد. دونك كا في ليكسبونونسيال صفر في جوج اللي هي صفر كتساوي واحد. دونك ليكسبونونسيال ديال زيرو هو شحال؟ هو واحد، واحد في كا هي كا، يعني كا كتساوي واحد. يعني عاد نرجعو لهنايا ونكتبو الحل الخاص اللي هو إيكغيك إكس ليكسبونونسيال ديال جوج إكس. في هاد الحالة كا كتساوي واحد نحطها هنايا، لقينا كتساوي جوج نعاود نكتبها هنايا. صافي. غير انت فاش كتكتب هاد الحل هذا كتأطرو، وإلا طلب منك عطاك بحال هذا المعطى كتزيد تعاود تخرج القيمه ديال هذيك الثابته. ندير واحد ليكزومبل اخر باش نعاود نفهم. دونك مثلا هنايا ايكغيك بريم ناقص 3 ايكغيك كتساوي صفر، عندنا ايكغيك بريم وعندنا ايكغيك، يعني غادي ندير ايكغيك بريم تتساوي 3 ايكغيك. دونك الحل العام اللي هو ايكغيك اكس
مرتبط بإكس بكا، ولا نديرو ألفا هاد المرة. الإكسبونونسيال شحال عندنا أ هي 3 وندير هنايا إكس. وكيف قلت لك، الا بغى تحدد القيمه ديال هاد الفا هادي كيعطيك شي عدد بحال هكا، مثلا اكريك ديال 0 كتساوي 1، ولا اكريك ديال 1 كتساوي 2، ولا شي حاجه باش تجي تعوضها هنايا وتلقى هاد الثابته شحال كتساوي وترجع تعوضها في الحل. دونك هادو جوج ديال الامثله بالنسبه لهاد الحاله هادي. دابا هاد المره غادي ندوزو لهاد الحاله وتتبع معايا كيفاش كنخرجوا الحل ديال هاد التعبير هذا. يعني غادي نديرو يعني المرحله الثانيه ولا الحاله الثانيه في الدرجه الاولانيه. دونك مثلا كيعطيك اكريك بريم زائد جوج إكغيك ناقص 3 كتساوي صفر. ها دونك انت شنو كدير، خاصك تخرج إكغيك بريم بوحدها وداك الشيء الاخر دوزو للجهه الاخرى. يعني بيولي عندنا هنايا إكغيك بريم تتساوي، دوز هذه الجهه الاخرى بتولي ناقص جوج إكغيك زائد 3. انت لقيتي إكغيك بريم كتساوي واحد التعبير. يلا اجي معايا شوف لي هذه شحال كتساوي في الدرس. ها هي نعم سيدي، ياك هي هادي، يعني إكغيك بريم كتساوي عدد في إكغيك زائد بي. ها هي الحل أشنا هو؟ هو إكغيك كتساوي كا كي قلنا بحال هادي، غير هنايا كيكون عندنا واحد الثابتة هنايا، عفوا واحد العدد اللي يكون زايد. أشنا هو؟ دونك بالنسبة لكا الثابتة ما كتبدلش، هاد أ فينا هي؟ هي اللي كتكون لاصقة ليا في إكغيك، اللي في هاد الحالة هي جوج، وناقص بي على أ بشحال كتساوي في هاد الحالة؟ هي 3، ونقسموها على أ اللي هي ناقص جوج، هي 3 على ناقص جوج، ونرد البال لهاد ناقص. يعني هنايا بيكون عندنا الحل النهائي مكتوب على الشكل هذا، إكغيك كتساوي كا اكسبونونسيال. شنو عندنا أ في إكس؟ شحال أ؟ هي ناقص جوج، ها هي ناقص جوج اش فوا اكس ناقص القاعدة. اشنو عندنا هنايا؟ بي على ا، ها هي بي، ها هي ا، يعني بينا نديرو 3 ها هي على ا اللي هي ناقص جوج، ها هي ناقص جوج. من بعد نطلعو هاد ناقص هنايا بتولي عندنا كا اكسبونونسيال ناقص جوج اكس، وناقص مع ناقص هي زائد 3 على جوج. دونك هذا هو الحل العام. وكي قلنا هنايا الا بغى نحدد داك الحل الخاص ضروري كيعطينا اكغيك ديال شي عدد كيساوي الصوره ديالو، باش نجي كنعوضها هنايا باش نخرج القيمه ديال الثابته ونعاود نعوضها هنايا ونلقى الحل الخاص. دونك هادو يعني قواعد كتطبقهم بشكل مباشر، ما كتزيد ما كتنقص. بالنسبه لهنايا اون فوا كي عندك التعبير ها هو الحل ديالو، بالنسبه لهذه الطريقه هذه ها هو الحل ديالها. يعني الدرجه الاولى ما عندك لا فين تلف لا فين تزيد، جوج ديال الحالات اللي عندك هذه ولا هذه، خرج هذه حط بلاصتها التعبير الاولاني، الا عندك هذه خرج التعبير الثاني. هنا التعبير الثاني ضروري تكون عندك هاد ناقص ديال القاعده. علاش؟ باش كتكون عندنا ناقص القاعده وكنرد البال لبي و ا اللي يعني الاشارات ديالهم. يعني هاد ناقص هي الاولى كتبتها، هي الاولى عاد ديك الساعه بي كتبتها بالتعبير ديالها، و ا كتبناها بالاشارات ديالها. حيتاش فاش كناخذ هنايا ا و بي ا كناخذهم بالاشارات ديالهم ونرد البال هاد ناقص واش بغات تبدل ولا بتولي بحالها كيف ما كانت في الاول. مفهومه القضيه الشباب؟ ندوزو لاش للدرجه الثانيه اللي فيها تقريبا واحد 3 ديال الحالات. دونك ندوزو نشوف واحد ليكزومبل ديال الدرجة الثانية. دونك الدرجة الثانية كتكون عندنا إكغيك سكوند ناقص جوج إكغيك بريم ناقص 3 إكغيك تتساوي صفر. ها دونك هنا تيكون عندنا بحال قلتي المشتقة الثانية، هذه اللي كتكون فيها المشتقة الثانية يعني كتكون عندنا سكوند، كيفاش كنخرجوها؟ أجي معايا نوريك الدرس. شوف هذا ملخص، يلا ها هو التعبير اللي عندنا هنايا. اشنو كنمشي كندير؟ كنحيد إكغيك بريم وكنحط بلاصتها إغ، إكغيك بريم كنحيدها وكنحط بلاصتها إغ. علاش؟ باش كنخرج هاد المعادلة كتسمى المعادلة المميزة، بتولي عندنا هنايا إغ أس إثنان، وهنا عندنا إغ، وهنايا كتمشي هاد إكغيك. داكشي اللي غادي نمشي ندير هنايا، أشنو عندنا هنايا؟ إكغيك أس إثنان بتولي أش إغ أس إثنان، كنخرج المعادلة المميزة ناقص جوج فوا إغ ناقص 3 كتساوي صفر. هي معادلة من الدرجة الثانية، دير ليها دلتا. أشنو هو دلتا؟ الدلتا راه ما كيتبدلش، اللي هو بي او كاري ناقص 4 اسي. يلا عوض لي كل حاجه بالطبيعه ديالها. دونك بي هي ناقص 2 اس 2 اللي هي 4، هي ناقص القاعده ديال 4 في ا وفي سي. شحال ا؟ هي معامل ديال ا اس 2 اللي هي 1، والسي هي ناقص 3
تتساوي. دونك 4 ناقص عندنا ناقص وناقص هي زائد، و4 في 1 في 3 اللي هي 12 اللي كتساوي 16. دونك 16 كيفاش دايره؟ موجبه. مزيان، دونك عندنا دلتا موجب، ها هما الحالات كاملين بثلاثه. دلتا موجب يعني عندنا دو سوليسيون غيال، يعني جوج ديال الحلول حقيقيه. اشنو هما؟ اغ واحد واغ جوج. نخرج اغ واحد ونخرج اغ جوج، اللي هو اغ واحد كيساوي ناقص بي ناقص دلتا جذر دلتا على جوج ا، والاخر اللي فيه ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. يعني هادو قواعد ديال دلتا ما كيتبدلوش. يلا اجي معايا كل حاجه نخرجها يعني بالتعويض ديالها. بي ديجا فيها واحد الموان، مع هاد الموان بتولي بلوس اللي هي جوج، ناقص الغاسين ديال 16 اللي هو 4، واشحل فيها واحد في جوج اللي هي جوج. دونك هنايا جوج ناقص 4 هي موان 2 على 2 اللي هي موان زان، ها الاولاني. والاخر بيكون فيه جوج زائد 4 على جوج اللي هي 6 على جوج اللي هي 3. يلا تبع معايا دابا هنايا. اول حاجه فاش كتخرج الحلول اغ واحد واغ جوج، ها هو الحل العام ديال المعادله من الدرجه الثانيه الى عندنا دلتا موجب. عقل عليه، ايكغيك كتساوي الفا في الاكسبونونسيال ديال اغ واحد اكس. نجي نكتب هنايا ايكغيك كتساوي الفا اكسبونونسيال اش، اغ واحد اللي هو ناقص واحد، ها هي ناقص فاش واحد في اكس، ها هي ناقص اكس. مزيان، زائد بيتا في الاكسبونونسيال اغ جوج اكس، فينا اغ جوج هي 3، بغيت ندير هنايا 3 مضروبه في اكس. وما ننساش راه هاد بي، هاد عفوا هاد الفا وبيتا راه اعداد حقيقيه. فين كتبتها لك؟ تين تمل اغ اس اثنين. علاش اغ اس اثنين؟ حيت هنايا زوج يعني الفا وبيتا. عوض نكتب لك الفا كينتمي لاغ وبيتا كينتمي لاغ، درت لك الفا وبيتا كينتمي لاغ اس اثنين. ركز على هذه، راه كتلقى عباره عن اعداد. السؤال ديالك استاذ، واش يمكن لي نحدد القيمه ديال الفا وبيتا؟ بيان سور يمكن لك تحددهم. دابا شنو هو؟ هذا هو الحل اللي لقينا، الحل العام كي قلنا عباره كيكون على مجموعه ديال الحلول. بالنسبه لهاد الفا وبيتا شنو كيكونوا؟ توابيت. شحال من ثابته عندي هنايا؟ جوج. قبيله في الدرجه الاولى كان عندنا ثابته وحده، ياك. وشنو درنا؟ عطانا ايكغيك ديال الزول كتساوي واحد ولا كتساوي صفر، ومشينا خرجناها. اما هنايا خاصو يعطينا ايكغيك ديال شي عدد كيساوي شي عدد، وايكغيك بريم ديال شي عدد اخر كيساوي شي عدد اخر. دابا نديرو في الاخر ديال الفيديو وتبع معايا مزيان شنو غادي يوقع. دونك هذا هو الحل العام ديال الدرجه الثانيه بالنسبه لدلتا بوزيتيف. غادي نمشيو لشي حل يكون عندنا دلتا كيساوي صفر، ونخدموا عاد ديك الساعه ندوزو لدلتا نيجاتيف ونشوفوا شنو هما الحلول. دونك بالنسبه للمعادله الثانيه، ايكغيك سكوند ناقص جوج ايكغيك بريم زائد ايكغيك كتساوي صفر. دائما نخرج المعادله المميزه اللي هي اغ اس اثنان ناقص جوج اغ زائد واحد تتساوي زيرو. دلتا بي او كاري اللي هي ناقص جوج اس اثنان هي 4، ناقص 4 القاعده باش في واحد ديال ا وفي واحد ديال سي. دونك 4 ناقص 4 كتساوي صفر، ها هي دلتا كتساوي صفر. اشنو عندنا في القاعده المعلم هنايا؟ دلتا كتساوي زيرو. شنو عندنا؟ سوليسيون غيال. عندنا حل واحد اللي هو اغ زيرو. يعني اغ زيرو اشنو كتساوي؟ الا عندنا دلتا كيساوي صفر، دونك هي ناقص بي على جوج ا. يعني حتى لهنايا الدلتا كنكتبو بشكل مباشر، يعني نفس القواعد اللي كيخدمو على الدول العاديين هما اللي كنخدموهم دابا. ناقص بي شحال بي؟ اصلا فيها موان، ومع هاد الموان هي بلوس. جوج على جوج ا اللي هي كتساوي جوج على جوج في واحد اللي هي جوج على جوج اللي هي واحد. مزيان، لقينا الحل. يلا دابا شوف معايا التعبير ديال الحل العام ديال المعادله من الدرجه الثانيه الى عندنا دلتا كتساوي زيرو. ايكغيك كتساوي اكسبونونسيال اغ زيرو، نكتبها هنايا. دونك ايكغيك تتساوي الاكسبونونسيال، اما دير هنايا ولا بحال بحال هذا الضرب تبادلي اغ زيرو. شنو هي اغ زيرو؟ هو الحل. شحال خرج ليا في الحل في هذه الحاله؟ هي واحد، يعني واحد في اكس. ها هي نكتبوا اكس هنايا، عامل اش الفا اكس زائد بيتا، الفا اكس زائد بيتا. هذا هو الحل العام اللي خرج لك في هذه المعادله من الدرجه الثانيه، وانت خرجتي الحل النهائي. ندوزو ليكزومبل اخر نخدموا عليه، هادي عاد ديك الساعه نوريك كيفاش كنخرجوا هذوك التوابيت بالنسبه للالفا وبيتا.
دونك ندوزو ليكزامبل رقم 3 اللي غادي يكون فيه دلتا نيجاتيف. بالنسبه للمعادله اللي غادي يكون فيها دلتا نيجاتيف هي هذه ايغريك سكوند زائد ايغريك بريم زائد 5 على 2 ايغريك كتساوي صفر. دونك هنا دائما قلنا كنديروا المعادله المميزه، يعني كنبلاصي ايغريك بريم بار، بتولي عندنا هذه ار او كاري زائد ار زائد 5 على 2 كتساوي صفر. بغيت نخدم الدلتا بشكل عادي، دونك الدلتا كيساوي بي او كاري ناقص 4 اسي تتساوي. دونك عندي كل حاجه بغيت نعوضها بالتعبير ديالها، بي في هذه الحاله هي واحد استثناء هي واحد ناقص 4 فاش مضروبه في ا اللي هي واحد ها هي، ومضروبه في سي اللي هي 5 على 2 ها هي 5 على 2 كتساوي. دونك 1 ناقص 4 في 5 20 على 2 اللي هي 10 ها هي كتساوي ناقص 9. هاد ناقص 9 نيجاتيف، فاش كيكون عندنا دلتا نيجاتيف في هذه العقديه كنقول عندنا دو سوليسيون كونجيغي، يعني حلين عقديين مترافقين. اشنو هما؟ زيد 1 كيساوي ناقص بي ناقص اي الغاصين ديال ناقص دلتا على 2 ا، وزيد الاخر هو الباغ ديال هذا. دونك نخرج هذا بالنسبه للتعبير الاولاني، بي شحال فيها واحد مع هذا الموان هي موان زان ناقص الغاصين ديال ناقص دلتا مع هذا ناقص بتولي 9 الغاصين ديال 9 اللي هي 3 مع هذا ناقص بتولي ناقص 3 عندنا اي على 2 في ا اللي هي واحد اللي هي 2. نكمل الحساب بيعطيني ناقص 1 على 2 ناقص 3 على 2 فوا اي. هذا بالنسبه اش لزيد 1، بالنسبه لزيد 2 ها هي زيد 2 تتساوي ناقص 1 على 2 زائد 3 على 2 فوا اي. كيف قلنا زيد 2 هو الكونجيغ، يعني هو المرافق ديال هذاك الحل الاولاني. دابا غادي نمشيو للتعبير ديال دلتا نيجاتيف. شوف معايا عندنا دو سوليسيون كونجيغي هما يعني كومبلكس كونجيغي حلين عقدي مترافقين. الحل العام ايغريك كتساوي ليكسبونسييل ديال بي فوا اكس، هاد بي اشنو كتسمى لا بارتي ريال هي هادي، مضروبه عامل الفا كوسينوس ديال كو اكس مضروبه زائد عفوا بيتا سينوس ديال كو اكس. كو اكس هي اش لا بارتي ايماجينير. دونك الحل النهائي بتكتب على هذا الشكل هذا ايغريك تتساوي قلنا ليكسبونونسييل هاي ليكسبونونسييل ديال بي اكس، بي قلنا هو لا بارتي ايماجينير عفوا ريال، دونك الريال هنايا هو ناقص 1 على 2. بغيت ندير ناقص 1 على 2 ها هي ناقص 1 على 2 مضروبة اش في اكس ها هي عامل لالفا يعني الفا الكوسينوس ديال كو اكس اللي هي في هذه الحالة 3 على 2 هي بلون مغاير 3 على 2 فوا اكس ها هي اكس زائد بيتا سينوس ديال 3 على 2 اكس 3 على 2 اكس. دونك هذا هو الحل العام ديال هذه المعادله التفاضليه. قلنا غادي نديروا واحد القاعده، اشنو هي واحد القضيه عفوا اللي هي كيفاش كنحدد هاد الثوابت اللي تيكونوا عندنا هنايا، اما بالنسبه للحل الاولاني اللي كان دلتا موجب كيكون عندنا الفا بيتا، الا عندنا الحل يعني الحل الثاني اللي هو دلتا كيساوي زيرو عندنا حل واحد اللي هو الفا وبيتا تا هما كاينين هنايا. بالنسبه لهذو كاملين عندهم جوج ديال الثوابت، كيفاش نعم اسيدي كتفرق بين ان عفوا كيفاش كتحدد القيمة ديال الفا والقيمة ديال بيتا؟ قلنا ضروري يعطينا واحد جوج ديال الشروط اللي يمكن ليا نخدمهم في هذه الحالة هذه في هذاك الحل ونخرج القيمة ديال الفا وبيتا. علاش بالضبط ديال جوج ديال الشروط؟ حيت عندنا جوج ديال الثوابت، ماشي بحال في الأولى عندنا ثابتة وحدة كيعطينا شرط واحد. دونك غادي نشوف واحد ليكزامبل هنايا اللي كيفاش كنحدد القيمة ديال الفا والقيمة ديال بيتا. دونك ليكزامبل اللي غادي ناخذ هنايا عندنا نعم سيدي إيكغيك سكوند ناقص 6 ناقص 5 ايغريك بريم زائد 6 ايغريك كتساوي صفر. اعطاني مع واحد جوج معطيات، قال لي نعم اسيدي ايغريك ديال 0 راه كتساوي 1 وايغريك بريم تاع 0 راه كتساوي 2. دونك هادو فاش غادي ينفعوني فاش غادي نبغي نحدد يعني دوك الثوابت؟ اول حاجه نحل المعادله ديالي، دونك نحل نحدد بعدا المعادله المميزه اللي هي ار او كاري ناقص 5 ار زائد 6 ك
كتساوي صفر. باش نشوف بعدا اش محل عندي، واش هذا الاولاني ولا الثاني ولا رقم ثلاثة. بالنسبة للحل هنايا غادي نخدم الدلتا بشكل مباشر، دونك الدلتا في هذه الحالة بي او كاري اللي هي ناقص 5 اس 2 اللي هي 25 ناقص 4 مضروبة في 1 ومضروبة في 6، دونك في هذه الحالة هي 25 ناقص 24 اللي كتساوي 1 بوزيتيف. دونك اشنو عندنا؟ دلتا موجب. ها هي الحل اللي غادي يكون عندنا اغ 1 واغ 2. اول حاجة بعدا نحدد القيمة ديال اغ 1 واغ 2. دونك اغ 1 معروفة هذه هي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا، والاخر فيه اغ 2 كتساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 ا، دونك كتساوي هنايا اما دير ناقص ناقص ولا دير زائد ناقص بحال بحال. دونك اول حاجه نحددوا القيمه ديال اغ 1. دونك بي عندنا فيها ناقص 5 مع هاد ناقص هي 5 ناقص الجذر ديال 1 ها هي 1 على 2 في 1 اللي هي 2 كتساوي 5 ناقص الغاسين ديال 1 اللي هي 4 على 2 اللي هي 2 كتساوي هنا عندنا 5 زائد جذر 1 على 2 اللي كتساوي 6 على 2 اللي هي 3. دونك هاد 2 و 3 غادي نعوضهم في هاد الحد هاد الحل عفوا هنا، وديك الساعه عاد ندوزو نخدموا هاد الشروط هادو اللي عندي هنايا. دونك الحل العام غادي يكون عندنا ايكغيك كتساوي لالفا اكسبونسيال اغ 1 اللي هو 2 فوا اكس زائد بيتا اللي هو مضروبه في الاكسبونسيال اغ 2 اللي هو في هاد الحاله هي 3 3 اكس. دونك هذا هو الحل العام بشكل عادي. دونك هذا هو الحل العام. علاش كيعطينا القيمة ديال الفا وبيتا؟ باش نحدد الحل الخاص ديال هاد المعادلة هادي. دونك الشروط اللي عطاني هنايا هما هادو اللي حطيت هنايا، نعاود نكتبهم هنايا. ايكغيك ديال زيرو كتساوي 1 و ايكغيك بريم تاع صفر كتساوي 2. دونك ايكغيك ديال 0 كتساوي 1 في النهايه ايكغيك هي هادي. اما بالنسبه لهنايا بغيت نعاود نشد هذا التعبير ندير ليه المشتقه الاولى وندير كيساوي 2 ونخدم ديك الساعه باش نطيح بحال بحال واحد الشكل ديال النظمه باش نحدد القيمه ديال الفا وبيتا ونعوضهم هنا باش يخرج ليا الحل الخاص. هذا راه كيتسمى الحل العام، يعني واحد لا فونكسيون جينيرال ما محددلناش شحال كيساوي الفا وبيتا. داكشي باش كيعطينا هاد جوج ديال الشروط باش يمكن ليا نحدد لا فالور ديال الفا وبيتا. دونك داكشي غادي نمشيو نديرو هنايا، غادي نمشيو نديرو هنايا نعوض ايكغيك بزيرو ونشوف شحال بيعطينا واحد، ونعاود ندير ليه المشتقة ونديرها كتساوي زيرو، عفوا نعوض بزيرو في المشتقة وندير كتساوي جوج. عوض العيا أول حاجة هنايا الصورة ديال زيرو في هاد التعبير ايكغيك، بتولي عندنا ألفا إكسبونونسيال جوج في صفر زائد بيتا في الإكسبونونسيال ديال تلاتة في صفر، شحال كيساوي نعم أسيدي؟ كتساوي واحد. هاهي يلا أجي هنايا اكسبونسيال 0 هي 1، يعني بتولي عندنا الفا زائد بيتا كتساوي 1 ها هي الاولانيه. دابا عاد نمشيو نخدمو في الثانيه. اشنو كنديرو؟ كنشد هذا الحل كندير ليه مشتقه باش نخرج ايكغيك بريم، حيت هنا عندنا ايكغيك خاصنا ايكغيك بريم. دونك عندنا ايكغيك كتساوي الفا اكسبونسيال 2 اكس زائد بيتا اكسبونسيال 3 اكس. دونك ايكغيك بريم بتسوي اللي عندي هنا الفا ثابت كتخرج ليكسبونسيال 2 اكس بريم اللي هي 2 وبتولي عندنا الفا اكسبونسيال ديال 2 اكس زائد ثاني بتولي عندنا 3 بيتا اكسبونسيال 3 اكس. دونك هذه المشتقه عاد نجي نعوض فيها ايكغيك بريم ديال 0 كتساوي 2، يعني بغيت ندير هنايا ايكغيك بريم تاع 0 كتساوي 2 يكافئ عوض ليا فين ما كان اكس عوضها بزيرو بتولي عندنا 2 الفا اكسبونسيال 0 زائد 3 بيتا اكسبونسيال 0 شحال كيساوي 2. دونك هنايا بتولي عندنا 2 الفا زائد 3 بيتا كتساوي 2. دونك هذا هو التعبير الثاني. يلا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشد هذا التعبير مع التعبير، غادي نشدو بحال شكل نظمه ونحل نظمه بشكل مباشر. دونك الفا زائد بيتا كتساوي 1 وعندنا الحل الثاني 2 الفا زائد 3 بيتا كتساوي 2. دونك غادي نضرب هنا في المعامل ديال الفا اللي تحت اللي هو 2 وهنا نضرب في 1 ونحسب عادي. دونك بتولي عندنا 2 الفا زائد 2 بيتا كتساوي 2 وهنا بيولي عندنا 2 الفا زائد 3 بيتا كتساوي 2. الاختزال هنايا بتولي عندنا 2 بيتا ناقص 3 بيتا اللي هي ناقص بيتا
كتساوي جوج ناقص جوج اللي هي هنايا عفوا هي هذيك جوج ناقص جوج اللي هي زيرو. دونك بيتا شحال بتساوي لنا؟ صفر. نجي نعوضها في واحد التعبير هنايا ونلقى القيمة ديال الفا. دونك إلا عوضنا بيتا بزيرو هنايا بتولي عندنا الفا زائد زيرو كتساوي واحد، يعني الفا كتساوي واحد. دونك الفا كتساوي واحد، وبهذا غادي نكونو خرجنا ثابتة الفا والقيمة ديال بيتا نرجع للحل نعوضها فيه. يعني هنايا نرجع لهذاك الحل اللي عندنا في الاول اللي خرجناه هو هذا التعبير هذا، يعني غادي نمشيو نحيدو الفا نعوضها بواحد ونحيد بيتا ونعوضها بزيرو بتولي عندنا ايكغيك تساوي الفا اللي هي واحد، يعني واحد في الاكسبونسيال 2x زائد هنايا بيتا فيها زيرو، زيرو ضربناه في الاكسبونسيال غادي يمشي ليه هذا الشيء. دونك هذا هو الحل الخاص ديال هذه المعادله هذه. وبهذا نعم سيدي غادي نكونوا كملنا هاد لابارتي ديال الدرس ديال المعادلات التفاضليه. هنا كيف سبق لينا شرحنا كل حاله درنا لها واحد ليكزامبل ولا جوج غير باش نشرح لك الدرس، باقي غادي نحط لك واحد السيري ديال التمارين باش نكونوا هاد الشيء هذا نعاودوا نخدموه اكثر باش ما يكونش عندك مشكل في هاد الدرس هذا، حيتاش هاد الدرس من بين الدروس الساهلين، يعني ما تضيعش فيه النقط حيتاش تطبيق مباشر للقاعده وكتخدم بشويه عليك. قبل ما غادي نسالي الفيديو الشباب غادي نذكر بان بدينا واحد العرض اللي غادي نشرح لك المعطيات ديالو كاملين دابا هنايا، بقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوف اشنو هو العرض اشنو كيتكون اشنو هما الحصص واشنو غادي يكون فيه. دونك بالنسبه للعرض الشباب 06 34 36 39 31 يعني الناس اللي انتيغاسي يصيفطوا لي واحد الميساج ديال العرض في هاد النمره هادي. بالنسبه للعروض قلنا نعم سيدي الناس اللي انتيغاسي بهذا العرض هذا يخلوا لي كلمه عرض في هاد النمره هادي وديك الساعه نشرح لك كلشي. بالنسبه للعرض اشنو فيه؟ فيه ربعه ديال الحصص في الاسبوع، ربعه ديال الحصص في الاسبوع، يعني جوج ديال الحصص غادي نخدم معاك الدوره الاولى زائد امتحانات وطنيه ديال داكشي ديال الدوره الاولى. بالنسبه لجوج ديال الحصص الاخرين غادي يكونوا عندنا جوج ديال الحصص الاخرين غادي يكون فيهم الدوره الثانيه، يعني فين وصلتي الدرس اللي وصلتي فيه الدوره الثانيه زائد اش تجريبيات تجريبيات، يعني غادي نخدم معاك بحال اللي قلتي جوج ديال الحوايج اون باراليل. في السيمانه الاولى غادي يكون عندنا جوج ديال الحصص، يعني الدوره الاولى داكشي اللي فات ديال لي سويت والاتصال والاشتقاق، وبالنسبه لجوج ديال الحصص يعني غادي يكون عندنا الدوره الثانيه فين وصلتي اش درتي واش الاحتمالات ولا لي كومبلكس ولا اشنو درتي. وفي نفس الوقت كنخدم معاك تجريبيات، يعني هذا الشيء هذا هو النظام ديال العرض. هذا الشيء هذا ما عادش يبقى كافي، لا فاش غادي نوصلوا النص ديال شهر 5، يعني النص نهار 15 في شهر 5 في هذا العام هذا اشنو غادي ندير؟ غادي يوليو عندنا الحصص بشكل يومي، حصص يوميا. دونك قلنا فاش غادي يوصل عندنا النص ديال شهر 5 تقريبا بقى عندنا واحد 25 يوم ولا اكثر شي شويه غادي يكون عندنا حصص بشكل يومي، يعني غادي نركز لك بزاف على الوطنيات. وكيف كتعرف انا من الاول فاش خدمت معاك بلي لايف قلت لك راه ما عاديش نبازي على الوطنيات، تقريبا هاد جوج ديال الوطنيات الاخرانيين 2020 و 2021 هما اللي فيهم واحد شويه ديال الاختلاف، اما الوطنيات كاملين اللي دازوا تقريبا كلهم كيتشابوا، واحد 70% ديالهم كلهم كتعاود، يعني فيهم واحد النمطيه وواحد شي حاجه اللي كتعاود ما يمكنليناش نبقاو في نيفو ستابل دائما. الا بغيتي تطلع النيفو ديالك في واحد الماده كتم غادي بحال هذا السهم هذا، يعني كيتم غادي كتكون عندك الداله تزايديه، كتكون بحال الداله تزايديه، يعني غادي كديفلوب راسك ما تبقاش ستابل، حيتاش الا كنتي ستابل نهار كتعطيك شي حاجه ما عمرك خدمتيها كتقولي راه صعيب، ولكن انت اللي ما حاولتيش يعني تطلع النيفو ديالك. وكيف قلنا الشباب اي واحد يعني انتيغاسي يصيفط ليا عرض في هذه النمره هذه والثمن ديال العرض راه غادي يكون بشكل رمزي اللي هو 130 درهم. هاد 130 درهم يعني حطيناها نظرا بزاف الناس ما عندهمش امكانيات، ولكن مقارنه الثمن مع العرض راه بحال قلتي بالمجان، يعني غادي تستافد معايا جوج ديال الحصص ديال الدوره الاولى، بحال قلتي كناخد معاك بروغرام ما تحتاجش تمشي دير شي بروغرام راسك ولا شي حاجه، بامكان هذا العرض هذا ينضيك من الماده الرياضيات. فهاد الفتره هذه غادي نقولوا اننا يعني درنا واحد البروغرام كامل مكمول، خدمت معاك الدوره الاولى والدوره الثانيه
كيف قلنا فاش كنوصل لهذا النص ديال شهر خمسة، كتبقى ديك الساعة الحصص ديال يومية تجريبيات ووطنيات ويعني من امتحانات من يعني من جميع المستويات، غادي باش نديك الامتحان الوطني كامل ناضي فيما يخص مادة الرياضيات. كان معكم الأستاذ يوسف، نتمنى هذا الفيديو يكون في المستوى. ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك معي في القناة وبارتاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. الله ما يسر.